الأمير إلبرت دوك يورك هو الابن الثاني للملك جورج الخامس الأمير، واللي ما عندوش قدرة أنه يكمل خطاب رسمي بسبب التأتأة وهو بيتكلم. المعاناة في النطق بشكل كويس ملازماه من صغره، لكن الأمير كان عنده زوجة عظيمة هي إليزابيث، الزوجة اللي جنبه وبتساعده دايما، وخاصة في جلسات العلاج الطبي واللي كلها بتفشل بسبب عصبية الأمير، واللي كان متأكد إن مفيش علاج لحالته، لكن زوجته قدرت توصل لمعالج علشان يساعده، المعالج ليونيل الأسترالي الجنسية. في الأول الزوجة ما كشفتش عن شخصيتها الحقيقية، لكن اضطرت لما رفض المعالج إن يروح بنفسه للمريض. ليونيل لما عرف إن هو هيعالج الأميل إلبرت ما خلهوش أبدا يغير رأيه، برضه أصر إن هو اللي يجيله لغاية مكتبه، لكن طبعا كان أمر العلاج سري جدا حتى على عيلته، زوجته لوج وأولاده الاتنين. الأمير إلبرت والعطوف على أسرته جدا، بناته الاتنين إليزابيث وماجريت، واللي بيعيش معاهم حياة هادية جدا بعيد عن التقاليد الملكية، حتى إنه بيقرأ لبناته قصص لما يطلبوا منه. المكان الوحيد اللي بيكون الأمين مرتاح فيه هو مع زوجته وبناته. الزوجة قدرت تقنع الأمير إنه يزور الطبيب المعالج بعد ما رفض إن هو يروح له، لكن كانت البداية سيئة جدا للأمير، وده لما شاف طفل خارج من مكتب المعالج، الطفل اللي بيعاني من صعوبة في النطق، الشيء اللي أغضب الأمير جدا وزاد غضبه لما دخل ولقى المكتب فقير جدا. لكن المعالج ليونول حاول يسيطر عليه في أول لقاء بينهم، حتى إنه لاحظ إن الأمير مستعجل جدا ومنتظر إنه يبدأ العلاج بسرعة. الأمير اللي كان متأكد من فشل المعالج زيه زي بقية الأطباء اللي قبله، المعالج اللي أصر إنه ينادي الأمير باسم بيرتي زي ما بينادوا المقربين منه، لكن الأمير كان رفض يرفع الكلفة بينهم. المعالج ما كانش أقل منه عند هو كمان رفض إنه يخضع لكلام الأمير. الأمير اللي طلع سجارة عشان يشربها سحبها منه المعالج ورفض إنه هو يدخن، ولما قالوا إن الأطباء هم اللي نصحوه إنه هو يشرب سجاير كتير علشان هتساعده على الاسترخاء، المعالج سخر من كل الأطباء اللي حواليه وسأله صعوبة النطق بتكون كمان وإنت بتتكلم لوحدك، ولما الأمير قاله لأ طبعا المعالج قاله يبقى إعاقتك مش حالة دايمة. المعالج اداله كتاب وأجبره إنه هو يقرأ، لكن الأمير فشل وتعصب زيادة وقرر يمشي. المعالج كان عارف إن هو قدام مريض عنيد جدا، علشان كده حاول يسيطر على اللقاء اللي بينهم، طلب منه يحط سماعات على ودنه فيها موسيقى عالية جدا وقال له اقرأ وانت بتسمع الموسيقى. الأمير اللي بدأ يقرأ لكن ما كانش سامع صوته بسبب الموسيقى العالية، الشيء اللي خلاه يتعصب ويرمي السماعات، لكن المعالج قال له كنت ممتاز. طبعا الأمير ما صدقهوش وغضب زيادة، حس ان هو بيخدعه وقرر يمشي فورا وكمان مش هيجي تاني. المعالج قبل ما يمشي اداله الأسطوانة اللي سجل عليها صوته، قال له ان دي هدية مجانية مني، يا ريت تسمعها لما تكون فاضي. الملك جورج الخامس والد الأميل إلبرت، الملك الشاطر جدا في إلقاء الخطابات في المناسبات العامة، واللي كان طول الوقت بيضغط على ابنه عايزه يكون قادر إنه يقرأ خطاب من غير تأتأة. الملك كان يتمنى إن ابنه صغير يكون جاهز في أسرع وقت ممكن، لأنه متأكد إن أخوه الكبير ديفيد هيكون مقصر في واجباته لما يبقى ملك، لأنه عارف إنه بيحب واحدة متجوزة وواخدها عشيقة ليه وهي مسيطرة عليه ومخلياه ما عندوش أي قدرة إن هو يراعي منصبه. الضغط من الملك كان بيزيد من توتر إلبرت، التوتر اللي كان بيخليه ما يقدرش يكمل كلمة واحدة من غير تأتأة. ولما فشل قدام بابا افتكر كلمات المعالج، كلماته الأخيرة واللي قاله فيها إن أنت ممتاز. الأمير اللي قال على المعالج قد إيه إن هو شخص مخادع وكذاب، وطلع الأسطوانة اللي سجلها المعالج علشان يسمع نفسه، وكان متوقع إن هو هيسمع نفسه وهو بيقطع في الكلمات، لكن اتفاجئ إن هو فعلا بيقرأ بشكل مثالي من غير ما يقطع ولا كلمة. زوجته واللي دخلت في الوقت ده وهي كمان اتفاجئت، الشيء اللي خلاهم هما الاتنين ياخدوا قرار الرجوع للمعالج مرة تانية. بس طبعا الأمير حط شروطه إن المعالج ما يتدخلش في أي علاقات شخصية ليه، وكمان يحترمه ويناديه بسموك، لكن المعالج ليونول رفض كل شروط الأمير، هيلعب معاه لعبة لكن بشروطه هو مش بشروط ملكية. كان لقاءاته بيه لقاءات يومية وبدأ التدريبات، علمه ازاي يشد عضلات بطنه وياخد نفس وهو بيتكلم، وامتى عليه يمد في الكلمات، حتى ازاي يستخدم ايده ورجليه علشان تساعده في التحكم في الكلمات. بعد كده الملك جورج الخامس زاد عليه المرض جدا، الشيء اللي خلاه يطلب ولاده الاتنين ان هم يكونوا جنبه، وريث العرش ديفيد وطبعا إلبرت، والكل كان ملاحظ استهتار ديفيد بمكانته وبتعليم القصر. فعلا مات الملك جورج الخامس سنة 1936 وتولى ابنه الكبير ديفيد منصب الملك بلقب إدوارد الثامن، وبقى الملك اللي مش حابب الملك لكن مضطر ليه. راح إلبرت بدون معاد للمعالج، قال له إن عرف إن الملك كان مؤمن جداً بيه، وإن آخر كلمات الملك قبل ما يموت إن هو أحسن إخواته في الجرأة، لكن عمره ما قال له كده في وشه، بالعكس كان دايماً عصبي عليه. إلبرت واللي قال إن أكتر شيء مريحه إن هو مش الملك وإنه بعيد عن المنصب ده، لكن المعالج قال له إن أخوك ما عندهوش وريث ويمكن تبقى ملك في يوم الأيام ولازم تكون جاهز لليوم ده.
إلبرت بدأ يفتح قلبه للمعالج وتكلم عن أزماته وهو صغير، أولاً مع المربية اللي كانت بتكرهه وتحب أخوه أكتر منه واللي كانت بتقرصه لما يغلط لمدة 3 سنين لغاية ما اكتشفوا أمرها. الملك إدوارد الثامن فعلاً عايش حياته بشكل همجي جداً، حفلات ومعاشرة لزوجة واللي رفع من مكانتها لدرجة إن هو ادالها الأوضة الخاصة بالملكة الأم. الشيء اللي أزعج إلبرت جداً حاول يهاجمه ويرفض طريقته، عايزه يكون قد المنصب اللي هو فيه، لكن الملك ما سكتش، قاله اللي بيهاجمني ده ما عندوش قدرة إن هو يكمل كلمة واحدة على بعضها. إلبرت اللي فعلاً ما كانش قادر يرد على أخوه وكلماته كانت زي الخنجر في صدره، راح للمعالج واللي نصحه إن هو يكون جاهز إن هو يبقى ملك، لكن إلبرت اتعصب عليه جداً وأهانه ورفض إن هو يكمل معاه العلاج. الحقيقة فكرة إنه يبقى ملك كانت بتعصبه جداً. في الوقت ده الكنيسة عرفت إن الملك عايز يتجوز الأمريكية واليس، وده بعد ما اتطلقت، ولأن الملك هو الحاكم الأعلى لكنيسة إنجلترا ممنوع يتجوز مطلقة. إدوارد الثامن ملك إنجلترا قرر يتنازل عن الملك لأخوه إلبرت لأنه بيحب، اتنازل عن العرش عشان يعيش حبه من غير رفض من اللي حواليه. الأمير إلبرت دوك يورك واللي بقى ملك وبقى لقبه جورج السادس ملك بريطانيا العظمى. الملك اللي مشكلته لسه موجودة وهي عدم قدرته انه يكمل جملة واحدة من غير تقطيع، كان مرعوب من المنصب اللي هو فيه اللي قعد عليه عظماء من قبله، الشيء اللي كان بيزيد من توتره جدا، والتوتر اللي زاد فعلا لما لقى بناته بيتعاملوا معاه معاملة كملك سايبين مسافة بينهم وبين باباهم. انهار قدام زوجته قال لها ان انا ابقى ملك دي غلطة كبيرة جدا، انا مصلحش لللقب ده. الزوجة اللي كانت واقفة جنبه طول الوقت قالت له انت عارف انا رفضتك ليه في الاول علشان ما كنتش عايزة اعيش الحياة الملكية، لكن لما لقيتك بتتأتأ بشكل جميل قلت اكيد حيسيبونا في حالنا ونعيش حياة بسيطة. الملك اللي ما كانش قدامه حل غير انه يرجع تاني للمعالج، راح له بيته واعتذر له وطلب منه ان يتعالج عنده من جديد. المعالج اللي مخبي انه بيتعامل مع الملك وصلت زوجته فجأة، واللي اكتشفت وجود الملك طبعا عرفتها على طول، والمعالج اللي يبان جريء لما سمع صوتها استخبى ورا الباب وكمان عايز الملك يستخبى معاه. الملك اللي كان بيبصله ومستغرب جدا ان هو ازاي بيخاف من زوجته بالمنظر ده قال له ما تخافش وتعالى، وفتح الباب بمنتهى الجرأة عشان يقابل الزوجة. الزوجة اللي اتفاجئت فعلا بوجود الملك قدامها، والمعالج بص لزوجته بيحاول يسترضيها عايزها تسامحه ان هو خبى عليها. بعد كده الملك اكتشف ان المعالج مش دكتور رسمي ولا حتى حاصل على اي شهادات، الملك اللي اتهمه بالكذب، لكن المعالج قال له انا عمري ما قلت ان انا دكتور، حتى اليافطة الموجودة على بابي عليها اسمي بس. قال له صحيح انا ما عنديش شهادات لكن عندي خبرة في الخطاب وقدرت اتعامل مع شباب كتير رجعوا من الحرب ما عندهمش قدرة على الكلام بسبب الخوف. قال له ان انا قعدت مع الشباب دول وقدرت اخليهم يتخلصوا من الخوف اللي جواهم، الخوف اللي كان سبب في صعوبة النطق عندهم. الملك فعلا اقتنع بكلامه وخلاه يكمل معاه رغم اعتراض رئيس الاساقفة. بدا المعالج يدربه بمنتهى الحزم والتشجيع على مراسم تتويجه كملك، دربه انه يرد بكلمات بسيطة لكن قوية وفعلا نجح، لكن كان الاختبار الاصعب في الخطاب الطويل المكتوب من 3 صفحات واللي لازم يقوله الملك بنفسه على الهوى لشعبه بدون تسجيل. الملك اللي كان مهزوز فعلا بيبص على وشوش مساعديه ومش متأكد ان هو هينجح، دخل معاه المعالج لوحده في أوضة مجهزة بنفسه بعيدة عن كل المساعدين، قال له انسى كل حاجة وخلي كلامك ليا كصديق. الملك فعلا اللي بدأ الخطاب الرسمي لشعبه، الخطاب اللي كان اول تحدي ليه واللي أعلن فيه الحرب ضد ألمانيا بعد ما فشلت كل المحاولات السلمية. كان الشعب بيسمع خطابه لأول مرة في حياته بشكل جميل جداً، حتى المساعدين في القصر كانوا منبهرين من نجاحه وأخوه كمان كان بيسمعه، والملكة الأم اللي كانت فخورة بابنها، لكن إليزابيث الزوجة كانت مختلفة واللي قدرت تتنفس بشكل طبيعي بعد ما نجح جوزها الملك، حتى أن عينيها كانت مليانة دموع الفخر والنجاح. المعالج كمان كان سعيد جدا باللي وصلوله لكن قال له لسه بتتأتأ في حرف واحد. الملك اللي ابتسم وقال له كويس جدا علشان يعرفوا أنه هو أنا، وهو خارج الكل سقف له ورجع قاعد على مكتبه من جديد. لأول مرة كان فخور بنفسه جدا، لكن اللي كان فخور أكتر المعالج، وخاصة لما سمع الملك بيقول هيكون ليه خطابات كتير بعد كده. الملك اللي أخذ زوجته وبناته الاتنين عشان يطلع يحيي شعبه. القصة حقيقية للملك جورج السادس ملك بريطانيا اللي توفى في 6 فبراير بسبب سرطان الرئة، مات في سريره وهو عنده 56 سنة، وبنته الكبيرة إليزابيث ولية العهد ووريثة العرش بقت الملكة إليزابيث الثانية. المعالج ليونول كان الصديق الوفي للملك طول حياتهم واللي ساعده في كل خطاباته الملكية أثناء الحرب. المعالج اللي ما عندهوش شهادات لكن كانت شهادته الوحيدة هي خبرته، عرف ان الخوف هي مشكلة الملك واللي قدر يخلصه من الخوف وبقى ملك من اعظم الملوك اللي قعدوا على العرش. علشان كده موتوا الخوف جواكم واعملوا اكتر حاجة بتخليكم تخافوا، واعرفوا ان الخوف من الحياة هو 3/4 الموت، علشان كده اتخلصوا من الخوف اللي هيمنعكم من الحياة.
الملك جورج الثالث ملك المملكة المتحدة وإيرلندا، الملك اللي عايش حياة سعيدة جدا مع زوجته ولا مرة فكر يخونها عكس أجداده الملوك. الملك والملكة كانوا حريصين جدا يظهروا قدام شعبهم بشكل مثالي، لكن ابنهم الكبير جورج واللي ما بيحبش الملك والملكة عارفة مشاعر ابنها تجاه باباه واللي كانت دايما بتناديه بالكلب السمين. جورج عكس أخوه فريدريك الابن المحبوب جدا من الملك والملكة، الابن الكبير جورج فعلا شايف نفسه عكس اخواته وهيعاني من السمنة، كسول جدا حتى انه متجوز من واحدة كاثوليكية، الجوازة اللي في السر والكل يعتقد ان هي عاشقته مش زوجته، الشيء اللي كان مضايق الزوجة جدا وطلبت منه ان هو يقنع الملك بجوازهم، لكن الابن كان متأكد من رفض الملك علشان كده ما بيحاولش. الملك صاحب الذاكرة القوية واللي قدر يدخل حروب كتير وانتصر فيها، حتى ان هو فخور جدا بانجازاته والحياة الطبيعية اللي جوه القصر واللي كلها احتفالات وحواليه دايما اولاده والمساعدين. لكن في ليلة الملك بدأ يعاني من الام شديدة جدا في بطنه، وطبيبه الخاص ما عندوش اي قدرة انه يسأله عن اعراضه ما دام الملك ما قالوش او استدعاه. ولما الملك قابل الطبيب كان الملك عصبي جدا وبينتقده، حتى انه بقى عنده طاقة غريبة جدا على المشي والحركة، والمساعدين الاصغر منه مش قادرين يلحقوه وبدأ يتصرف تصرفات غريبة مش متعودين عليها، زي ان هو يشارك الاطفال لعبهم. في الوقت ده الملكة اتدخلت وكانت مش عارفة ايه اللي نزله حديقة القصر. فعلا عدم السيطرة عليه ونزوله للحديقة عرف اللي حواليه ان في حاجة غلط بتحصل له وان صحة الملك ما بقتش زي الاول. وصل الخبر لابنه الكبير جورج، الخبر اللي ريحه جدا واسعده، ان الملك مريض. جورج الابن فعلا كان سعيد جدا بمرض ابوه، حتى ان هو بدا يفكر ان هو قرب يورث. الملك اللي صحي الفجر وهو بلبس النوم دخل اوضه المساعدين وصحاهم، كان واضح جدا ان هو بيعاني من الام في بطنه، بدا يتكلم كتير حتى ان هو طلع من القصر والمساعدين التلاتة كانوا وراه واللي اضطروا يصحوا الملك علشان تلحقه. الملكه اللي وصلت عنده وكانت مش مصدقه اللي بتشوفه. في الوقت ده الملك اجبرهم كلهم ان هم يصلوا، وبعد ثواني اتهجم على مساعده الملكه حتى ان هو بسها بالقوه. الملكه طلبت منه يوقف اللي بيعمله، ولما قالها ليه قالته علشان انت ملك، قال لها فعلا انا ملك وما عنديش وقت ابدا، وبدأ يجري من جديد والكل بقى يجري وراه. وبعد كده دخل اوضة واحدة من المساعدين وهي نايمة واللي طلب منها اناء واخرج البول بتاعه قدامها. الحراس قبل ما يتخلصوا من الاناء لفت نظرهم اللي لونه غريب شوية، ازرق غامق، لما عرضوه على الطبيب. الطبيب اللي قال ايه المشكلة، ان الملك شخص مبارك ولازم يكون لون بوله مختلف عننا كلنا. الملك فعلا حالته بتسوء جدا، وخاصة لما يتكلم في السياسة، وفي حفلة من حفلات القصر كان بيتكلم كتير كلام ملوش اي لازمة، حتى ان مفيش حد قادر يسيطر عليه، حتى الملكة نفسها اكتر واحدة قريبة منه واللي رجع تاني يعاكس المساعدة بتاعتها قدام كل موجودين. قال لها كلمات محرجة جدا ليها، طريقة الملك اللي خلت ابنه جورج يتأكد ان هو فعلا مش طبيعي، ولما استفزه الملك فعلا ما قدرش يسيطر على اعصابه. الملك اللي نادى ابنه بالسمين والحقير وبدأ يجري وراه جوه القاعة، ولما مسكه كان هيخنقه. الملكة كانت محرجة جدا من تصرفاته، وبسبب خوفها عليه قالت ان هو طبيعي بس عمل كده بسبب الاكل اللي اكله، وبصت لابنها جورج قالت له ان هي فاهمة خطته، قالت له كمان ان انت وحش حقير. فعلا الابن الكبير جورج بدأ يخطط عشان يكون واصي على ابوه. الملك حالته بتسوء جدا لدرجة ان هو صحى القصر كله بالليل بيقول لهم ان لندن بتغرق. قال للملكة لازم ننقذ اولادنا، وشال بنته الصغيرة المحببة على قلبه، بنت اللي كانت بتصرخ خوفها من باباها، لكن هو كان بيحاول يهديها. قال لها ان انا شايلك علشان رجليكي ما تتبلش من المية. الملكة والحراس كلهم بيجروا وراه علشان يهدوه، لكن الملك في حالة فزع واللي بيأكد لهم ان البلاد بتغرق ولازم نهرب، وفي نفس الوقت بيشد المساعدة بتاعت الملكة وبيقول لها هنروح انا وانتي السرير. الملكة مشت كل اللي حواليها وقربت منه، واللي قالت له بمنتهى الحب انت فاكر ان انت اتجننت. للحظة الملك فاق وقال لها معرفش، قال لها ان المجانين بيرقصوا لكن انا بتكلم وبس، حاسس ان جوايا كلام كتير عايز اقوله. قال لها كمان اكيد ان في حاجة غلط بتحصل لي بس انا مش عارف هي ايه. فعلا الملك بدأ يهدى على كتفها، لكن في الوقت ده جت اوامر من ابنه جورج الكبير، الاوامر ان هم يفصلوه في مكان لوحده بعيد عن الملكة. الشيء اللي جنن الملكة انها اول مرة في حياتها تبعد عن جوزها، وان ده اكيد مش لمصلحته ابدا. ولما راحت لابنها اترجته قالت له ما تعملش فينا كده، لكن طبعا هو بدأ يخطط للسيطرة على الملك ومش هيرجع في كلامه أبدا. الملك عرضوه لعلاج قاسي جدا، واللي بدأوا يحطوا على ظهره كاسات سخنة، كان بيتألم جدا طول الوقت، والعلاج ده كله ما جابش أي نتيجة معاه، حتى إن هو دخل في مرحلة جديدة لما خسر جزء من بصره. في الوقت ده ابنه جورج طلب من البرلمان إن يكون واصي على الملك، وده طبعا بعد ما أكد للكل إن الملك بدأ يبقى مريض وإن مفيش فايدة في العلاج، بالعكس حالته بتسوء. الابن اللي كانت خطته إنه يحطه في مكان بعيد وحتى لو خف بعد كده محدش يعرف عنه حاجة،
في الوقت ده الملكة كانت عارفة ان الملك ما بيتحسنش، بالعكس حالته بتسوء. طلبت من المساعد ان هو يجيب له طبيب من برا القصر. المساعد اللي فعلا قدر يوصل لطبيب من برا القصر، واللي كان لقاؤه مع الملك سيء جدا اول مرة، لان الملك استهزأ بيه، قال له ان انت طبيب المجانين وانا مش محتاج لك. لكن الطبيب فهم حالته واعتقد ان المعاملة بالعنف هي اللي هتجيب نتيجة معاه، حتى ان هو ورى للملك كرسي واللي هيربطوه فيه لو ما سمعش كلامه. طبعا الملك اعترض وحاول يهرب، لكن الطبيب امر ان هم يمسكوه وفعلا قعدوه على الكرسي وربطوه، وكانت بداية علاج قاسي جدا على الملك. الملكة كانت بتعاني من عذاب جوزها وصوته العالي اللي طول الوقت سمعاه وهو بيصرخ في القصر وبينادي عليها علشان تساعده، لكن هي مش قادرة تساعده لان ابنها مانع تواجدها معاه. ولما شافته مرة من الشباك وهو في حالة سيئة جدا بيحاول يهرب من الطبيب، والمساعدين ماسكينه بمنتهى القسوة عشان ينقلوه من القصر. جريت عليه لكن ملحقتهوش، وهو كان بيبص عليها وكان في شدة الحزن لانها سابته لوحده بعد الحب العظيم اللي كان بينهم. لما اتنقل الطبيب قدر يسيطر عليه اكتر، والملك بدأ يسمع كلامه طبعا لانه خايف من العقاب القاسي لما بيسمعش كلام الطبيب. لكن الملك كان حاسس ان هو مش في المكان المفروض يكون فيه، رغم كده كان مستسلم لاوامر الطبيب. في نفس الوقت معاناة الملكة ما كانتش اقل منه، كانت حزينة جدا وبدأت تدبل. وبعد فترة رجعوا الملك تاني على القصر، ولما اطباء القصر بيفحصوه اتضايق جدا منهم، لكن لما بص على الطبيب خاف واستسلم، حتى ان هو بنفسه راح وقعد على الكرسي بتاع العقاب. اطباء القصر اللي لاحظوا ان جلده بدأ يتحسن، حتى لون البول بقى احسن، كأنها علامة على بداية الشفاء. في الوقت ده نجح ابنه ان هو ياخد الوصاية على الملك، ولما عرفت الملكة انه بقى وصى على ابوه طلبت رجاء من المساعد بتاعه ان يدخلها للملك من غير ما حد ما يعرف. قالت له عايزة اقابله مرة واحدة بس، وفعلا المساعد المخلص قدر يدخلها ليه. لكن الملك اول ما شافها كان زعلان جدا منها، قال لها انا ما عنديش حاجة اقولها لك. قال لها كمان احنا متجوزين من 28 سنة وعمري ما انفصلت عنك ولا اليوم واحد، لكن انتي اتخليتي عني وسبتيهم يعذبوني. الملكة اللي كانت حزينة جدا قالت له ان هو غصب عنها، قالت له كمان ان هم اقنعوها ان ده لمصلحته، لكن الملك كان متأكد ان بعده عنها كان ضد مصلحته. الملكة واللي ما فيش وقت عندها طلبت منه انه يركز، قالت له انت في مشكلة كبيرة وان ابنك بقى واصي عليك وبعد كده هياخد منك الحكم. الملك كان متفاجئ جدا، واللي قال الولد السمين ازاي يجرؤ يعمل فيا كده. قال كمان انا لسه ما متش، انا لسه الملك. فعلا الملك بدا يتحسن، حتى المساعدين بداوا يحتفلوا ان لون الميه بتاعته بقت طبيعيه. الملك رجع على القصر وكان هادي جدا وطبيعي، قال لهم انا سعيد جدا ان رجعت لوسطكم تاني. رجوعه بالشكل ده كانت مفاجاه لابنه جورج، شاف الملك رجع وقف على رجليه من جديد. فعلا الملك رجع قعد تاني في مكانه الطبيعي وكانت جنبه الملكه، ولما دخل عليه ولاده الاثنين. الملكه اللي استقبلت ابنها الصغير استقبال كويس جدا عكس جورج واللي مش مسامحاه ابدا على اللي عمله فيهم. حتى الملك كان عصبي جدا عليه، ولما بدا يعلي صوته من جديد الطبيب بدا يكح علشان يسكته، لكن الملك خلاص خف. زعق في الطبيب وقال له لما يكون الملك بيتكلم تطلع بره لما تكون عندك كحه. الملكه كانت سعيده جدا برجوع الملك لطبيعته، وخاصه بعد ما قدر يسكت كل اللي هنوه قبل كده بما فيهم ابنه جورج. الملك جورج الثالث بدا من جديد يراجع الامور الماديه، ولما عرف مصاريف علاجه ورواتب الاطباء كان مستغرب جدا. بعد كده راح للمساعده بتاعت الملكه واعتذر ليها، واللي قال لها انه عرف انه اتعدى عليها اكتر من مره، لكن هي قالت له انها مش فاكره اي حاجه وان سلوك الملك كان طول الوقت سلوك محترم. ولما دخل على الملكة اعتذر ليها هي كمان، قال لها ان انا سببتلك الحزن فترة كبيرة. الملكة اللي قالت له ان الكل شايف ان انت عشان ملكش خليلة وكمان بسبب ضغوط الملك كل دي كانت اسباب علشان تكون مريض، لكن الملك قال لها انت احسن حاجة حصلت لي في حياتي واللي شايف انها الزوجة الوفية. القصة حقيقية للملك جورج الثالث ملك المملكة المتحدة البريطانية وإيرلندا، واللي كان بيعاني من اضطراب نفسي متكرر حير كل الأطباء، واللي اعتقدوا ان هو مرض في الدم بيجي من الوراثه اللي بيكون نتيجه قله الانزيمات واللي بتسبب مشاكل عصبيه وجلديه وكمان بتاثر على الجهاز العصبي. الملك ما خفش تماما من مرضه، جات له انتكاسه اخيره سنه 1810، وفي اخر سنوات حكمه اتدهورت حالته جدا، وخاصه بعد ما بنته صغيره ماتت، بنته اميليا واللي كانت محببه لقلبه، الشيء اللي حزنه جدا وكان اكبر من تحمله واللي خلى حالته تسوء بعد كده لدرجه انه بقى عنده عمى كامل وكمان بقى سمعه قليل. ولما ماتت الملكة ما استوعبش خبر موتها وفضل 58 ساعة ما بيتوقفش عن الكلام. الملك مات سنة 1820 في قصره، وكان ابنه المفضل فريدريك هو اللي جنبه ساعة موته، وبعد وفاته مسك الحكم ابنه الكبير جورج الرابع وبعد كده ويليام الرابع، والاتنين ما كانش عندهم أولاد، واستلمت الحكم بعدهم الملكة فيكتوريا الشرعية الوحيدة للأمير إدوارد. الحياة مليانة ضغوط،
اتجنب ان انت تكون مريض، ابعد عن الوحدة، اعرف ان المرض النفسي ممكن يكون وراثي، علشان كده ما توصلش نفسك لطريق مسدود، ما تبقاش كتلة من الصمت. اعرف ان اعظم هدية تهديها لنفسك هي الحياة الإيجابية، علشان كده اتعلم، ادرس، اشتغل، واخرج، وكمان اضحك.